بحضور سمو الشيخ تركي بن راشد بن عيسى الخليفة وسمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل عصر اليوم السباق الافتتاحي للموسم الجديد 2022-2023. السباق الذي اشتمل على 9 أشواط أقيم على كؤوس المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ راشد بن عيسى آل خليفة طيب الله ثراه، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. وقد حضر السباق عدد من أصحاب السمو وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل، وتم تتويج الفائزين بكؤوس سمو المغفور له بإذن الله سمو الشيخ راشد بن عيسى آل خليفة، حيث قام سمو الشيخ تركي بن راشد بن عيسى آل خليفة بتقديم كأس افتتاح الموسم للشوط 9 إلى الفارس الفائز بول هانغان، وكأس الشوط 7 إلى المضمر الفائز ألين سميث، فيما قدم سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة كأس الافتتاح للشوط 8 إلى سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل خليفة، كما قام سمو الشيخ عيسى بن راشد بن عيسى آل خليفة بتقديم كأس الشوط الأول إلى الفارس الفائز إبراهيم نادر، وكأس الشوط 6 إلى هادي إبراهيم العفو، فيما قدم سمو الشيخ إبراهيم بن راشد بن عيسى كأس الشوط 2 إلى مساعد المضمر الفائز محمد حيدر إبراهيم، ثم قدم سمو الشيخ خالد بن تركي بن راشد آل خليفة كأس الشوط 3 للفارس الفائز سالم العجمي، فيما قدم سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد آل خليفة كأس الشوط 5 إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة.